مساء الخير. مساء الخير. خلينا نصور اللافتة دي. مناظرات مس. ممكن تقولوا لنا عن انتوا مين وتتعاملوا ايه في الفريق ده؟ احنا مبادرة شبابية هدفها نشر ثقافة المناظرة في المجتمع. احنا عندنا ديبيت كلابس، عندنا اندية مناظرات في الجامعات المصرية. احنا كنا ابتدينا بمجموعة شباب مصرية بعد الثورة، هدفها ان احنا نبني وجهات نظر نعبر عن رأينا في شكل المناظرة، لان احنا شايفين ان المناظرة اقوى وجهات، اقوى طرق للتعبير عن وجهات النظر، التعبير عن الرأي. ايه مشكلة تعبير الرأي في وقت الثورة وقبل الثورة كمان؟ المشكلة ان احنا في الاول قبل الثورة ما كانش عندنا حريات بالدرجة الكافية اللي تخلينا نكسبرست في اي مكان او نقولها في اي وقت او في اي موضوع. دلوقتي الموضوع احسن شوية، هو مش ممتاز، مش وردي، بس هو احسن شوية. خدنا شوية مساحة، خدنا شوية اماكن، خدنا افكار جديدة. بس احنا بقى عايزين نعرف الناس ايه هي الديبيت، ازاي بتتعمل الديبيت، ازاي تقدر تقتنع من اكس او واي اللي في الديبيت كمشاهد، وازاي تبقى جزء من الديبيت نفسها. هو ده دورنا، ان احنا نعلم الشباب الصغير سواء اذا كان في المدارس او في الجامعات ازاي يعملوا مناظرة، ازاي يبقوا طرف في مناظرة، ازاي يقتنعوا بأنه طرف هو اللي بيقول الكلام الأقرب للعقل والمنطق. والفكرة دي مهمة للطلاب بشكل خاص. ليه؟ احنا الديبيت، احنا الشعار بتاعنا اسمع تسمع. اسمع ايه؟ اسمع تسمع. listen to be listened to. اسمع تسمع. فالمناظرة زي ما قلت لك اقوى وجهات، اقوى الطرق للتعبير عن وجهات النظر، لان انا قد ما بسمع ويليام انا برضو ويليام بيسمعني. يعني لو في 3 دقايق، لو في المناظرة 3 دقايق اتكلم، 3 دقايق بسمع، فانا كده ضمنت ان انا زي ما اتكلم زي ما هسمع بالظبط. تصرف مع ناس زي ما انت عايزهم يتصرفوا معاك. والجمهور اللي بيحكم هل ويليام وجهة نظره اقوى ولا عبد الرحمن وجهة نظره اقوى. اوكي، في المناظرات دي بتاعتكم في مشاهدين بيختاروا مين بيفوزوا ولا ايه؟ اكيد بنعمل فوت. اول حاجه قبل ما المناظره تبتدي بنعمل فوت، انت ويز ولا اجينست السبجكت. ده ستايل اكسبرت بالظبط. معايا ويز ولا اجينست، بنعمل فوت. بعد كده بيبقى الديبيت بيبتدي، بناءا بنشوف الناس اللي غيرت رايها، طبعا بتغيير النسب، لان انت بتعمل فوت بعد ما مستوى تغير الراي بالزبط. بيحدد مين فاز المناظرات بالظبط. مين اللي غير رايه ومين اللي كان مع ويز بقى اجينست، مين كان اجينست بقى ويز بعد ما حصلت قدامه الديبيت. ممكن صف لنا جو المناظرات دي، يعني الجو مشحون ولا الناس بيتعلموا الاحترام؟ الناس بيتعلموا الاحترام طبعا. يعني الناس اخر مره خالص، اخر مره عملنا فيها مناظره وجهات اي نظر مختلفتين خالص عن بعض. كنا بنتكلم عن ممارسه النشاط السياسي داخل ممارسه النشاط السياسي داخل الجامعات المصريه. وكان في فريقين مختلفين عندهم وجهتين نظر، هل السياسه ستؤثر على العمليات التعليميه، هل يجب ان الطالب يكون له انتماء سياسي معين، ينتمي لحزب سياسي معين، ممكن ان هو ده ياثر على تعليمه، ياثر على مستوى تعليمه، الجريدز بتاعته في ولا ده المفروض ان هو هيبني وجهه نظره وهيبدا. هل لهم الحق في تظاهر ضد الاداره مثلا او هل ليهم الحق في مناقشه المشاكل السياسيه داخل الجامعه؟ وده كان داخل جدران الجامعه، لان الجامعه زي ما انت عارف مكان انت بتتعلم فيه. فاما تجيب عليه مؤثرات من بره دي حاجه ممكن تاثر على العمليه التعليميه. ايه دور الطلاب في تحديد السياسات؟ يعني لازم يتعلموا ولا لازم يدرسوا قبل ما يعملوا سياسات، صح؟ بالضبط. دي عكس رأيي أنا، عشان في أمريكا مثلاً كان في حركات سياسية كتير ظهرت في الجامعات. تمام. بتشوفوها الظاهرة دي إزاي؟ أكيد إحنا بنشوف الظاهرة دي. أنا بالنسبة لي أنا معها طبعاً، لأن السياسة أنت من حقك تمارسها في المدرسة، من حقك تمارسها في الكلية، في الشارع، في أي مكان، لأنها جزء من حرية التعبير. فايه خطر في ممارسه يعني في المناشره دي؟ ايه كانت النقاط ضد الفكره دي؟ نقاط ضد الفكره ان لو السياسه دخلت جوه الجامعه الطالب مش هيركز على التعليم بتاعه قد ما هيركز على السياسه، عشان هيفكر في مستقبله على اساس ان هو بيذاكر قوي يعني. احنا مش عايزينهم يفكروا، عايزينهم يدرسوا. عايز سياسة برا الجامعة. هي في بوينت، مش هي بلاش سياسة خالص. اوكي، عايز تبراكتس سياسة مارسها برا الجامعة.
في حزب سياسي، في حركة، في ائتلاف، في أي حاجة تانية غير الجامعة. الجامعة للتعليم وبس. دي وجهة النظر اللي ضد ممارسة عمل سياسي داخل الجامعات. قلت الصوت عالي. كان واحد سأل ليه احنا المفروض ان احنا نمارس السياسة جوه الجامعات، لو في كلية للسياسة، لو في كلية للسياسة اللي عايز يدرس سياسة يخش كلية السياسة ويدرس سياسة وتبراكتس بره مش جوه. بالظبط. فواحدة من كلية السياسة من الجمهور قامت وسألته، قالت له انا دلوقتي درست سياسة، همارس السياسة ازاي لو مارستش سياسة جوه الجامعة؟ مش هقدر امارس السياسة بره الجامعة. هو كان ممكن يرد عليها ويقول لها ايه بقى، يقول لها عايز تمارس سياسه ممكن تمارس في حزب، في حركه، في ائتلاف، في اي مكان مسموح بالسياسه، زي مثلا الجامع، الكنيسه، انا ممكن اصلي في الكنيسه، اصلي في الجامع، لكن ما ينفعش سبريد كلتشر او سبريد مثلا تيار سياسي في جامع او في كنيسه. هو نفس الكونسبت، انا شايف هو مقتنع بكده. مقتنع ان الجامع نفس الكونسبت موجود في الجامعات كمان. بالظبط. موجوده ولا بص هي موجوده من زمان ولا موجوده لهدف معين؟ يعني من الفتره اللي قبل الثوره كان في اقصاء للعمل السياسي بشكل تام سواء في الجامعات او برا الجامعات. كتير من المرشحين في انتخابات الرئاسه كانوا في اتحاد الطلبه في الجامعات زي عبد المنعم. ممكن كلمه شوي عن التوريث ده. انا ممكن اتكلم لان انا جامعه الازهر. جامعه الازهر الانتماء للاسلاميين اكتر منه، اكتر من اي اتجاه تاني. فكان الاتجاه لمحمد مرسي رئيس الجمهوريه الحالي، كان البوسترز بتاعته كانت بتتحط، وكان اي بوستر تاني لاي مرشح تاني كان بيتشال زي ابو الفتوح. حتى لو مرشحين اسلاميين او ناس اسلاميين عايزين ابو الفتوح او اي حد تاني، كان بيحصل ان هو اقصاء للبوستر بتاعه على اساس ان هم يعني الاخوان نسبتهم اكتر في حاجه زي كده. فدي حاجه انا ما كنتش شايفها حاجه كويسه، لان ده بيعمل اقصاء للاتجاهات السياسيه الاخرى، وده مش حاجه كويسه. زي ما في فرصه لمرسي او في فرصه لاتجاه سياسي معين، المفروض كان يبقى نفس الفرصه للاتجاهات السياسيه الاخرى. شكرا جزيلا. بالنسبة لكم آخر سؤال، يعني السؤال ده إزاي مصريين نظموا نفسهم بعد الثورة؟ يعني إيه الفرق؟ أقول لك بقى، المصريين عندك ناس بتروح في كذا اتجاهات. في ناس بتعتمد على الأحزاب السياسية، يروح ينضم الحزب السياسي وهو مقتنع بوجهة نظره، ويروح مؤتمراته وحركاته وندواته. في ناس زينا كده ملهاش أي انتماء سياسي ومش جزء من السياسه، عشان كانش في امل في السياسه. بالظبط بالظبط. احنا يعني زي يعتبر تيار جديد شويه، هو مش جديد قوي بس جديد شويه على الموضوع، لان احنا لا بننتمي لتيار سياسي ولا الفكر سياسي ولا يعني عايزين نعمل تاثير سياسي. احنا عايزين نغير فاليوز موجوده في مجتمعنا، وفي نفس الوقت احنا مش مقتنعين باداء الحكومه ولا باداء المعارضه ولا لينا دعوه بالسياسه. يعني المعارضه ترفض الحوار مع الحكومه. بالظبط. وفي نفس احنا يعني نريد تمثيل المعارضه. انا رايي ان بس في نفس الوقت المعارضه لا تمثل الشعب المصري. وقبل الثوره بالنسبه لكم الفريق ده مناظره مصر كانت هتنجح في الجو قبل الثوره؟ هتبقى اصعب. كانت أصعب. أوكي. وأسماءكم؟ أحمد عبد الرحمن. شكرا جزيلا.